نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق أبشر غير متوفر في جهازك. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سنقوم بالضغط هنا على التطبيقات، من ثم سنقوم بالضغط هنا على تطبيق أبشر، بعدها سنقوم بالضغط هنا على الإيقاف الإجباري، ثم سنقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سنقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، ثم سنقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، بعدها سنقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سنقوم بالبحث عن تطبيق أبشر. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم أبشر. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، نراكم في فيديوهات القادمة.